السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل رياضيات الصف الأول، الترم الأول، كتاب قطر الندى. النهاردة هناخد إن شاء الله الدرس 7 و8 و9 و10، ونخلص كده إيه الوحدة بتاعتنا، الوحدة الأولى، ناخد لحد الدرس رقم 10، لأن طبعا الرياضة بتاعت سنة أولى سهلة، يعني ما فيهاش أي مشكلة، وإن شاء الله المنهج يخلص معانا بسرعة. الدرسين 7 و8 كتابة وترتيب الأعداد من 0 لـ3 على خط الأعداد. الصفحة دي اتفقنا إن احنا هنشوفها كل درس. النتيجة الشهرية، الطفل لازم يبقى حافظ أيام الأسبوع، يبقى عارف إن أسبوع أيام الأسبوع 7 أيام: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. لازم يبقى عارف كمان وحافظ شهور السنة من يناير لحد ديسمبر، ونعرفه كمان إن احنا في 2021. يشوف مثلا النهاردة الجمعة بيعمل عندها علامة صح، ويعمل دايرة على الرقم التاريخ اللي هو الرقم بتاع التاريخ. شوف الشهر، احنا بدأنا في سبتمبر، بيعمل علامة صح عندها، والسنة 2021 بيروح عامل عليها دائرة. هنا بيطلب منه في مخطط الأعداد 100 يحط دايرة على رقم 7، فبيدور على رقم 7 ويعمل عليه دائرة. إطار الـ5 وحدات راسم فيه 7 دوائر بالرقم اللي احنا عملنا عليه دائرة، وهنا حاطط لي في جيب الآحاد حاطط لي 7 على نفس الرقم، يعني بعد كده هو اللي هيرسم الحاجات التانية دي. طيب هنا بيقول لي التعرف على الصفر، هنتكلم عن الصفر النهاردة. الصفر هنعلمه انه الصفر كده، يعني يعمل قبضة ايده كده كده صفر، وبعد كده يبدأ يقول 1 2 3 زي ما ايه ما اتعلمنا. فهو الصفر هو القبضة ده. الصفر ايه كمان؟ الصفر ان الاطار فاضي ما فيهوش دوائر حمراء. الصفر كمان ان الاحاد ما فيش عصاية في الجيب في او الجردل يعني او الدلو. قطرة الماء هتجيب لنا ايه؟ 0. رفع ايديها الاتنين معهاش اي ارقام. طيب هنعلمه كمان ان السهم الطويل ده اسمه خط الاعداد، اسمه خط الاعداد، وخط الاعداد بيبدأ من اليسار لليمين. عندي هنا الدورق ده فاضي خالص، يبقى هنا 0، سمكة 1، سمكتين يبقى 2 3 4 5. يلا بينا هنعد ونوصل. 1 2 3 نوصل برقم 3، هنا 1 2 هنوصل ب2، هنا فاضي هنوصلها ب0، هنا واحدة بس فهكتب رقم 1. طيب وبعد كده هيبدأ يكتب بقى الأرقام اللي هو اتعلمها. اتعلم 0 1 2 3، يبدأ ينزل بيهم وهو بيكتب، يقول 1 2 0 1 2 3. هيبدأ يكمل هنا على خط الأعداد الأرقام الناقصة زي المثال الأول ده، 0 1 2 3. هنا هيكتب 0، الواحد موجود، يكتب 2، التلاتة موجودة. 0 موجود هيكتب 1 2 3، 0 1 2 3 موجودة. هنا بيقول لي 5 فراولات، يبقى هنرسم 5 دوائر. طيب هنا عندي 5 كب كيك، يبقى او شوف اي حاجة للكعك ده هيعمل ايه، هيرسم 3 دوائر في الاطار. هنا عندي 2 ايس كريم هيرسم دايرتين، يعني على حسب الرسم نشوف كم واحدة ونبدأ نرسم الدوائر في اطار الـ5 وحدات. عندي هنا المزرعة الجميلة دي برضو عايز يعد، عندي كم وردة هنا، ببص للوردة هلاقيهم 1 2، ودي وردة كمان 3، فهرسم 3 دوائر وهنوصلها برقم 3، وبيحللنا واحدة واحنا نكمل الباقي. كم بطة عندي؟ 1 2 3 4 5، يبقى هنرسم دوائر في الإطار كله ونوصلها برقم 5. الدعسوقة هدور عليها مش هلاقي دعسوقات، فهتبقى عندي هنا 0. النحلة 1 2 3 4 5، عندي 5 نحلات، هنرسم 5 دوائر في إطار الـ5 وحدات ونوصلها برقم 5. نفس الحكاية هنا في القطر، عندي أول قطرة دي فاضية هوصلها بالصفر، 1 هنوصل بالواحد، 1 2 3 هنوصلها بالثلاثة، 1 2 2، وهنا 1 2 3 4 هنوصلها برقم 4، وهو موصلها لي عشان احنا لسه اصلا ما خدناش رقم 4. طيب هنا المهارات بتاعتنا بقى، بيقول ارسم صورة لشيء واحد. رسمنا اي شكل، ممكن نرسم فاكهة، ممكن نرسم خضار، ادوات مدرسة، مثلثات، مربعات، اشكال هندسية، يعني اي حاجة الطفل بيعرف، وردة، اي حاجة بيعرف يرسمها، يرسم حاجة واحدة بس. هنا بيقول ارسم نقطتين داخل اطار الـ5 وحدات، رسمنا نقطتين.
اكتب العددين 2 و3 3 مرات، ادي 2 2 2 3 3 3. هنا بيقولي ارسم خط الاعداد ومثل عليه الاعداد 0 1 2 3، ادي 0 1 2 3، ودي المفروض واجب على الطفل. يلا بينا نحلها مع بعض عشان انا محلتهاش. هنا هنقول 1 2، هيكتب 2 هنا، 1 عندي فراشة واحدة مفيش حاجة، يبقى هنا عندي 0، 1 2 3 دي 3، هنا عندي خط الاعداد 0 اقول له 1 2 وهو كاتب لي 3، فاضي خالص اقول له 0 1 2 3. طيب هنا عايز 1 بس، فبرسم دايره واحده، 0 مش هرسم حاجه، 4 هرسم 4 دوائر، ادي 1 2 3 4. هنا عندي 5 يبقى 1 2 3 4 5، 0 1 2 3 تمام. طيب تعالوا نشوف كمان معانا، هنعد، بيقول لي عد الاشياء واكتب العدد، واكتب العدد ثم اكمل النقاط داخل اطار الخمس وحدات. هنا عندي كم عصفورة؟ 1 2 3، فبكتب هنا الرقم 3 وبرسم 3 دوائر. عندي هنا القطة، كم قطة؟ 1 2، بكتب هنا 2 وبرسم دائرتان. التفاحة عندي واحدة، بكتب 1 وبعمل دائرة واحدة. البقرة مفيش عندي بقر، يبقى هنا 0 ومش برسم اي حاجة. هنعد هنا او نوصل، عندي 1 2 3، وصلها برقم 3. مين هنا كمان 3؟ هو 3 عصيان. عندي هنا 0 مفيش اي حاجة وصلها بالصفر، وهنا برضو مفيش اي حاجة نوصلها بالصفر. هنا 1 2 3 4 5، هنوصلها برقم 5 وهنوصلها بالخمس عصيان. كده خلصنا الدرسين 7 و8، هناخد كمان 9 و10، بكده خلصنا الفصل الاول كامل. كتابة وترتيب الاعداد حتى 5 على خط الاعداد، يلا بينا. نفس الحكاية بقى، دي خلاص عرفناها، هنا دي كده خلاص. هنا عايز يعمل دائرة حول الرقم 9، عملنا 9 وبدأ يقول لي ارسم اطار الخمس وحدات، وعايز رقم 9 يبقى هرسم 9 دوائر. طيب وصلنا لرقم 4، رقم لا ده هنا كده ايه، تمثيل اليوم الدراسي 10 باستخدام جيب الاحاد وجيب العشرة. تعالوا نشوف دي بقى، احنا خلصنا دي هنا 4 و5، العد والقراءة والكتابة العددين 4 و5. تعالوا نشوف هنا بقى، عندي الاحاد او جيب الاحاد او الدلو اللي فيه الاحاد ده بيبقى فيه من 0 ل9، يعني اما فاضي خالص وساعتها هيمثل رقم 0، يا اما فيه 9 عصيان. طب لو فيه 10، لا لو فيه 10 عصيان همسكهم مع بعض كده، اربطهم برباط واوديهم عند العشرات واسميها حزمة، اسميها حزمة. يبقى هنا بس بنحط من 0 ل9 عند الاحاد، من 0 ل9. عندي عصاية كمان عايزة اضيفها، مش هينفع تتحط في الاحاد، همسكهم كلهم زي ما عملها الشكل الغريب ده، مسكهم ربطهم برباطة العشرة مع بعض وحطهم عند العشرات، وبقى اسمها حزمة. يبقى لما نشوف الحزمة دي كده ما عدش عدهم بقى، مش عارف اعدهم، لا هي الحزمة بعشرة، الحزمة بعشرة، يعني لو انا عندي 2 من دول يبقى كده 20 تمام، يبقى 10 20. طيب هنا عايز نكتب رقم 4 و5، ادي كتبناه. هنا نكتب على خط الاعداد، كاتب 0، كتبنا 1 2 3 4 و5 مكتوبة. هنا هنوصل برضو، عندي رقم 5 اهو 5 نقاط، رقم 4 اهو 4 نقاط، 3 3 نقاط، 2 نقطتين، 1 ادي واحدة، وعندي الصفر فاضي خالص. طيب هنا عندي كم عصفورة؟ الاقيها واحدة بس، اكتب 1. كم بطة؟ هعدهم الاقيهم 5. كم كلب؟ هنعدهم هنلاقيهم 2. والقرود هنعدهم هنلاقيهم 3. وطبعا هنقول 1 2 3، 1 2 3 4 5. لازم حتى لو احنا عارفين العدد او خلاص بعيننا عرفنا ان العدد 5، لازم نعد مع الطفل كل مرة عشان الارقام تثبت معاه. هنا هنكتب 4 4 4 5 5 5، ارسم 4 نقاط داخل اطار 5 وحدات، رسمنا هو 4. ارسم 5 نقاط داخل اطار 5 وحدات، رسمنا 5. اذا كان لديك 5 بليات، ما الطرق المختلفة التي يمكن بها عرض ذلك؟ عبر عن هذه الطرق بالتوصيل كما بالمثال.
عندي 5، انا عايزة يعني الرقم جمع رقم مع رقم يديني 5. طب 5 يبقى زائد كم تديني 5؟ 5 زائد 0. طب هنا 1، اجيبها اعملها ازاي مع الطفل دي؟ عايزة اقول له انا عايزة 5، عايزة اي رقمين اجمعهم مع بعض يديني 5. هو اداني 1، اقول له 1 اهو، يبقى اتبقى كام؟ 4. يبقى 1 هنوصله بالاربعة، اهو 1 بالاربعة. طب اداني 2، همسك الاتنين اهم مع بعض، يبقى لسالي كام؟ لسالي 3. يبقى 2 و3 برضو 5، يبقى الاتنين هنوصلها بالتلاتة. طيب ادي 5 اهو، همسك الاربعة مع بعض، اتبقى كام؟ اتبقى 1، يبقى الاربعة هنوصلهم بالواحد. الاربعة هنوصلهم بالواحد. طيب ادي 5 برضو، هنمسك التلاتة مع بعض، يبقى انا عندي 2، يبقى التلاتة هنوصلها بالاتنين. تمام؟ طيب هنا بقى برضو تعالوا نحلها مع بعض. قيم طفلك خط الاعداد، هنا 0، اقول له 1 2 3 4 5. طيب هنا عندي كم حصان؟ الحصينة عندي 1 بس اهو، عايزين الوان. عندي حصان 1، فهنلون رقم 1، نلون كده رقم 1. طيب عندي كم حمار وحشي؟ 1 2 3 4، هنلون رقم 4. عندي كام كلب؟ 1 2 3 4 5، هنلون رقم 5. تمام. طيب هنا عندي كام زرافة؟ عندي 1 2 اثنين، عندي 2 بس، فهنلون رقم، هنلون رقم 2. تمام كده. طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها هنا بيقول لي قيم طفلك، وهنا المفروض الطفل يحلها لوحده. نقول 1 2 3، هيكتب 3، هنا فاضي خالص يبقى 0. هنا 1 2 3 4 5، هيكتب 5. هنا هيبدأ يكتب الأرقام 0 1 2 3 4 5. هنا هيعد عندي البطيخ 1 2 3 4، يكتب 4. الأناناس 1 2، يكتب 2. العنب 1 2 3 4 5، هيكتب 5. الفراولة 1 2 3، هيكتب 3. خط الأعداد عندي هنا يكتب 1 و3 هما اللي ناقصين، يبقى 0 1 2 3 4 5. هنا عندي برضو عد واكتب 1 2، هيكتب 2، هنا فاضي خالص 0. هنا 1 2 3 4 5. طيب هنا عندي كام فنجان؟ 1 2 3، بنلون 3 مربعات وبكتب 3. عندي هنا بولة واحدة، فبلون واحد، بلون مربع واحد وبكتب 1. التفاح ما عنديش، يبقى مش هلون حاجة وهكتب 0. الكور 1 2 3 4، لوننا الأربعة وكتبنا 4. طيب هنا بيقول لي لون حسب العدد، وعايز رقم 3، لونت 3 هم. عايز رقم 5، لوننا 5. آخر صفحة في الفصل الأول، حوط حول الحيوان الذي له 4 أرجل. عندي الحصان أهو له 4 أرجل، وعندي الفيل له 4 أرجل. ضع دائرة حول الشيء المختلف، المختلف الآيس كريم دي، عندي هنا المختلف الحصان، عندي هنا المختلف القطة. حوط حول الشيء الأكبر حجما، أهي العربية دي كبيرة، وعندي هنا الجيتار كبير، وعندي هنا القطة دي كبيرة. وهنا بنعلمه يوصل رقم 1 ب2 ب3 ب4 ب5، والمنقط ده يتقل عليه عشان يطلع لي الشكل بتاعي، ويلونه برضو، يلونه باللون الأخضر. وطبعا نقول له ان دي اسمها سلحفاة. وكده خلصنا الفصل الاول، رياضيات الصف الاول، الترم الاول، كتاب أطر الندى. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.